السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة حلويات صفاء. رمضان مبارك على الجميع، إن شاء الله تصوموه بالصحة والهنا وباش ما كتمنى. وإن شاء الله اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم تحلية للسحور سهلة جدا في التحضير ديالها، لذيذة كريمية. فكنتمنى أن هذا الفيديو هذا ينال إعجابكم، فرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله، أول حاجة غادي نبداو بها هي تحضير الكراميل. غادي ناخد واحد المقلاة نوضع فيها 5 ديال المعالق كبارين من السكر سنيدة أو السكر خشن. غادي نضيف عليهم ربع كأس من الماء. غنوضع هاد المقلاة هادي على نار اللي تكون متوسطة، وغادي نخليو هاد الكراميل حتى كيغلي ويعاود حتى كنحصلو عليه بهذا الشكل، هذا لون ذهبي جميل سائل بطبيعة الحال. وغادي ناخد واحد المول اللي غادي ندير فيه التحلية ديالي، وغادي نفرغ فيه داك الكراميل. نحاولو ما أمكن أن هاد الكراميل هذا ندوره ما امكن لينا على المول، يعني الا كان بالامكان ان جميع جوانب ديال المول هكا يتغطاونا بالكراميل فيكون احسن. صافي، وغادي نخلي المول ديالي على جنب وندوزو لتحضير التحليه. فاذا خديت انا واحد الطنجره وضعت فيها 800 مللتر من الحليب، الحليب العادي السائل. غادي نضيف عليهم جوج معالق كبارين من الكريم باتيسيير او بودره الكريم باتيسيير. الا ما كانتش هاد البودره هادي ممكن تضيفوا ملعقه كبيره من النشا او المايسينا. من بعد غادي نضيف ظرفين من الفلان. انا هنايا استعملت الفلان اللي فيه السكر، يعني ما غاديش نحتاج نزيد السكر. وهذا الفلان هذا انا خلطتهم، درت واحد فاني وواحد بنكهه الكراميل. غادي نخلط الكل جيدا، ثم غادي نضيف 200 مللتر من القيشده الطريه. غادي نعاود نحرك الكل مع بعضياته، وغادي ناخذ الطنجره وغادي نوضعها على نار كذلك اللي غادي تكون متوسطه. غادي نضيف على هذا الخليط هذا جوج ساشيات ديال السكر فاني. الا كانت الفاني سائله يكون احسن بكثير، يعني كيكون الطعم ديالها مركز اكثر. فصافي، غادي نخلي هذا الفلان ديالي هكا فوق النار مع التحريك المستمر دائما. ما نزولوش يدينا من التحراك، سينو داك الفلان كله غادي يلصق لنا في قاع الطنجره. فغادي نبقى نحرك دائما هكا حتى كنشوفوا انه بدا تيغلى لنا على هذا الشكل هذا. صافي، غادي نزولو من على النار ومباشره غادي نصفيه، يعني من الاحسن تصفيوه هكا. الا كانت مثلا شي كويورات اولا داك الرغوه ديالو، فغادي تبقى لنا في الصفايه وغادي يجينا داك الفلان هكا كريمي. صافي، وغادي نفرغو مباشره فوق القالب اللي كنت حضرت من قبل، درت فيه هكا الكراميل. وهنايا الا بغيتو هذه بطبيعه الحال كتبقى اختياريه، الا بغيتو تزيدوها انكم تاخذوها كقطع ديال البسكوي اللي عندكم، يا اما البودوار يا اما هذا البسكوي هذا عادي اللي درت انا، يا اما داك ديال ماريا اللي عندكم. هكا غادي ديروه من فوق داك الفلان ديالكم. صافي، وغادي نغطيوه بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليو هذا الفلان هذا ديالنا حتى يدفى. من بعد غادي ندخلوه للثلاجه. انا خليته ليله كامله هكا، من الاحسن تيشد راسو مزيان عاد تنقدمو. صافي، من بعد ما كيبرد لنا جيدا كناخدو كندور هكا واحد الموس مجنب باش نتاكد انه ما لاصقليش. صافي، وغادي نقلبو فواحد الطبق ديال التقديم. كيف ما كتشوفوا راه تيكون كيزول بسهوله، وحتى داك الكراميل كيعاونو بانه يعني يزول هكا بسهوله من المول. صافي، كيف ما قلت لكم غادي نقلبوه في الطبسيل ديال التقديم، وغادي نزينو هنايا بطبيعة الحال. تزيان تيبقى اختيار، يعني ديروا اي حاجه بغيتوها. انا درت شويه ديال كريم شونتيي هكا، زينت به بهذا الشكل هذا، وبالقليل من التوت البري. انا استعملت هنايا البلو بيريز او الارندانوس، يعني ممكن تستعملوا اي حاجه بغيتوا. هادشي كيبقى يعني تزيين اختياري، نتوما ممكن ديروا اللي بغيتوا. انا يعني استعملت داكشي اللي عندي، ثم كيبقى لكم حريه الاختيار. صافي، والتحليه ديالنا كتكون واجده، كتقدموها بالصحه والراحه، يعني كتجي رائعه كريميه. غادي تشوفوا فين قطعتها، ما كيجينا فيها لداخل لا فوق عاده حتى شي حاجه، كتجي من اروع ما يكون، سهله جدا التحضير ديالها، ما تاخذناش حتى 5 دقائق. فكنتمنى ان فيديو اليوم ينال اعجابكم، كذلك الوصفه تنال اعجابكم. ما تنساوش دائما انكم تشجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه اللي كتفرحني. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. رمضان مبارك من جديد، الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله. بحول الله، دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله.